أول سؤال عندي لألكون هو كيف قدرنا نعمل هيدي اللين بهالطريقة هيدي بالتكست دوريجين؟ مين بيتذكر؟ يس يس دونك هيدا حنعمل له كوبي بيست تنشتغل عليه. دونك من بقلب الوورد لازم نروح لوين؟ يس على ستيل، على المنيو تي ستيل. وشو لازم اعمل؟ اها بعمل سيلكت ولا بيكفي اني اعمل كليك سور لا لين؟ اوكي نعمل كليك كالكو بار سور لا لين اللي هي اصلا هاللين هيدي لانه في انتر قبل انتر بعدها فسي ديفيني ان باراجراف ا بار ففي يطبق عليا ان ستيل دو باراجراف لاحظ بفقص نيمبورت وو اي جو بو ابليكي ان ستيل كي سابيل تايتل مش هيك؟ ما لقيته موجود هون بهيدي الليست دونك فينا نفقص على هيدا السهم ونقول له ابليكي لو ستيل كي سابيل تايتل بارفي. التابل دو ماتيير كيف معموله برايكم؟ اها معمول اكشلي لهدول الكلمات الموجودين هون اللي هن مثلا اذا بفقص على هيدي بتاخذني لهون، اذا بفقص على كلمه نافيغاسيون اي سيليكسيون بتاخذني لهون، معمول ديجا ابليكاسيون لستيل معينين اللي بيقرا الانونسي دو تي بي اللي معطات هون بهذا الفيشيل بي دي اف، بيلاقي انه اسمهم هيدينج 1 هيدينج 2. هيدينج 1 هيدينج بالانجليزي يعني نيوز، او بتشوف على سكاي نيوز وغيره بيحطوا هيدينجز يعني العناوين، عناوين الاخبار. فهيدينج 1 بيعني ان تيتر دو نيفو 1، هيدينج 2 سي ان تيتر دو نيفو 2 اتسيتيرا. تيتر دو نيفو 1 معناتها تيبيكمون ان تيتر دو شابيتر مثلا بكتاب معين، تيتر دو نيفو 2 هيدينج 2 معناتها ان تيتر دو سيكسيون بعدين سو سيكسيون اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك شكلهم هذول الستيل كمان بريديفيني بريديفيني يعني ديجا معرفين بقلب الوورد، اوكي؟ ما في داعي انا اخلقهم فروم سكراتش. واذا عن جد بتفتحوا اي وورد من الفيرسيون 95 اذا بدك لهلا 2016 او 365 الفيرسيون الجديده حتلاقوا هودا الستيل ديجا بريديفيني. ممكن يفرق من نسخه ثانيه الميزون فورم تاع هذا الستيل، كيف بيطلع شكله لهذا الستيل، بس هو شيء متعارف عليه. طيب هات لنتسلى سريعا نعمل الابليكاسيون لهيدينغ 1 سوري ليك لاحظ عملت هيدينغ 1 هنا على هذا السطر بدي اتراجع عن الغلط اللي انا عملته اوكي ما انا نهيت الدنيا دونك في اعمل كنترول زد اوكي كنترول ايغريك برجع بعمل ريدو كنترول زد بعمل اندو ولهن ذاتهم موجودين بهدول الدو بوتون اللي هن هون داكور اندو ريدو. الحل الثاني اذا انا كثير عملت اشياء مين وايل الاندو ده تشل الاشياء اللي انا عملتهم المنيح دونك اللي فيي انا اعمله اذا بس هذا السطر بدي ارجع اغيره بقدر اجي هون على كلير اول فورماتنج يعني فاسيل لا ميزان فورم. بس زميلك شو اسمه اللي ورا حسين ايه ركز معنا اذا فيك ايه اذا لازم لك تروح تغسل وترجع اوكي. دونك حنشيل الميزان فورم عنا ايه وفي ارجع رجعها مثل ما انا بدي 100% داكور. دونك نيجي لهون على هدول اللين طالبين مني حطهم هيدينغ 1 هيدينغ 1 بيجي هون على جينيرال كمان هي هيدينغ 1 على نافيجيشن اند سيلكشن هيدينغ 1 بارتي نافيغاسيون اللي جواتها هي هيدينغ 2 والسيليكسيون هي هيدينغ 2 فرنش اكسنت هي هيدينغ 1. طبعا انا عرفتهم بسرعه لانه ديجا حلين المختبر المره الماضيه بعدهم طازه وهذا اللي انا بنصحكم تعملوه بالبيت. يعني المراجعه مهمه انك تقدر تو رول اوت ذا هول سيناريو يعني بور رجوي لو سيناريو دو ميز اون فورم دو ا ا زد وبهالسرعه هيدي هو اللي سي لا كلي دو لا ريوسيت لكم بالبارسيال. لانه البارسيال حيجي نص مختلف حياخذ ديجا معك افور لتقرا
شيء مثل مثلا انه ابليكي لو سور لي مو انتروداكسيون فورما كذا بدك تقعد تبرم عليهم بالامتحان بليز ما حدا يقعد يحتار انه وين كلمه نافيغاسيون اي سيليكسيون مكتوبه يا الله بده يطلع ينزل يقرا يقرا يمكن يكونوا مثلا 3 صفحات او 4 صفحات ما معك وقت بالبارسيال عم تشتغل تقني بدك تشتغل بسرعه دونك اللي فيك تعمله مثل ما اتفقنا بنعمل كنترول اف مشان ما نضيع وقت او اختصار لكلمه فايند او كمان من هون في فأس اسمها فايند اوكي دونك ريشيرشي دونك بفوت عليها بصير بكتب مثلا نافيجيشن بس يا دوب اول كم كلمه دغري بجيب لي هون كلهم دونك هون بقلب النص موجودين هيدي شكلها نافيجيشن اند selection si tu cliques là-dessus devrait بيخذك على السيكسيون كونسيرني دكاكو دونك لحالو عارفه دونك بيجي لا او كانت هي ديجا ما في عليها ميز اون فورم بقدر انا ارجع اعمل لها ميز اون فورم وحتى باردون حتى هيدينغ 1 دكاكو دونك هيدول احنا بس اللي عملناهم يا جماعه وطلبوا منا وراها دغري انه ننزل تابل دو ماتير نسق التابل دو ماتير على اولاد الشباب شيء سو بنروح على ريفيرنس هالمنيو اللي هي كتير ريش بكره كنا رح نكتشف فيتشر فيها او اوبشن فيها نجي هون على اقصى شمال في تابل دو ماتير تيبل اوف كونتنتس بالانجليزي من الا بنفقس على واحد منهم بس لاحظوا شو عملت انا الريفلكس تاعي هذول انا بعتذر عنهم اذا شمر عملتهم بسرعه من دون ما ارجع انبهكم عليهم لاحظ انا امبليسيتمون راسي عم بيقول وين بدك تحط التابل دو ماتير فبدل ما اكون انا فائس هون مثل ما صار مع حدا من زملائكم كان فائس كالكو بار بنص السيكسيون ونزل تابل دو ماتير عم سيكسيون قسمت قسمين وطلع تابل دو ماتير جواتها وبتخبص القص دونك il peut faire كنترول زد ليتراجع عن الموضوع بس منيح انه يكون هو متعود على هيدا الريفلكس هدول كمان من الاشياء اللي بيريحوكم وبيوفروا لكم وقت بالامتحان بارسيال هو انكم تكونوا متعودين عليهم تشتغلوا دو مانيير سيستماتيك من دون اي سايد افكت او ايرور دونك بفقس بالفراغ محل ما انا لازم اعملها وهذا الشيء اللي اصلا ايلين اللي هي كمان بالانونسي دو تي بي شو ايلين À la ligne vide entre le titre, les most used shortcuts, et la première section, les SMA introduction, à la haie des lignes vides, insérer une table de matière. Donc, c'est quand même, je vais vous dire que quelques mots de TP ou de l'énoncé de la partielle sont en jade. Alors, il y a des choses qui sont en train de faire, mais il y a des choses qui sont en train de faire. Il y a des choses qui sont en train de faire, mais il y a des choses qui sont en train de faire. Mais il y a des choses qui sont en train de faire. Donc, je vais m'arrêter là. نروح على table of contents وبفوز ان فيت بالفيشيه بي دي اف اللي عطيني اياه بالامتحان اللي عم بيقول لي قلد لي اياه بدي اشوف كيف شكل القصص بصير بقول هو يمكن اول واحد او الثاني او الثالث دكو هلا بكره لما بالتي بي الجديد نعمل انسيرسيون دو تابل دو ماتيير كستوميزي اللي هي موجوده هون اي ثينك يس كاستم تيبل اوف كونتنتس حنصير نفقص عليها وروح نقي دي زوبسيون اسي افونسي جوا، اوكي؟ نتكتك على كيفنا مثل ما بدنا، بس بدي انزل تابل دو ماتيير اوتوماتيك، نقي وحده من الفورم اللي هي بتلبق مع شغل. داكو؟ دونك مجرد ما فقست عليها اوتوماتيكمون طلع لي ان شون غريزي اوتوماتيك وطلعوا معي الكونتينيو كونترول كليك بقدر اروح على السيكسيون اللي بدي اياها، اوكي؟ دونك ولا احلى من هيك، داكو؟ طافي واضحين لحديت هلا ان احنا عملناه هون وصلنا لمحل كنا عم بيقلنا بدنا نظبط لي ليني دو راكورسي هيدي جانا على البارتي الجديده جايز اذا مسيبه مش شايفكم من ورا راس رفقاتكم مش معناتها فيكم تحكوا هيك انا سامع صوتكم كثير منيح فحاولوا بليز ريديوس ات تو ذا ماكسيموم وهلا بلشنا بهالبارتي اللي كانت الثقيله اللي اسمها هانجينج اذا بتتذكروا دونك لنشتغل هالبارتي كان عم بيقول مشي هو كان عطينا given واحد كان عطينا انونسي وحده ايتاب نيميرو 6 كريي ان ستيل دو باراغراف نومي كذا افيك اون اندونتاسيون سبيسيال دو تيب هانجينغ دو 5 سنتيمتر اي يفو لي ابليكي سور توت لي لين كومبورتون دي راكورسي داكور وعطينا هون نوت انه هالديفينيسيون هدول سورون اوتوماتيكمون ايلواني دي راكورسي في كون فوزا ديجا مي دي تابولاسيون تاب voir figure numéro 3 1 chaque lot déjà معمول tabulation بين هدول الكلمات وهدول فهلا بس نعمل هذا الستيل اللي اسمه hanging de 5 cm حيصير اوتوماتيكمون
الكلمة اللي جاية بأول السطر مثل كنترول اس تبقى على الشمال أقصى الشمال، الكلمة اللي جاية من بعدها حتنط على البوزيسيون نيميرو 5 سنتيمتر اكزاكتمون. اوكي ليش؟ لأنه معمول تابيلاسيون. هات لنتأكد من كلامه هون، أنا مش مبين علي لا في تابيلاسيون ولا في شيء. دونك لنقدر نشوف الكاركتير نون امبريبابل مثل التابيلاسيون الانتر الاسباس اتسيتيرا، بنفقس على هيدي الفأسة اللي هون. داكو بتفرجيني كل شيء في عندي انترز واسباس. جو كليك et ça va me montrer tous ces détails-là. Donc, on va zoom. OK. Donc, un, il y a un espace عادي. L'espace العادي, si on va zoom in acteur, l'espace العادي est une note, mais la tabulation est une échare de sahm. D'accord? Alors, ici, je ne sais pas l'effet de la tabulation, mais typiquement, si on a deux tabulations, je ne sais pas le texte est une de quelques espaces assez précis. بشكل انا مثلا هلا كنت بقدر انا اصلا زي التكست تحت بعضه البعض اون فيزون كلكو تابولاسيون، بس مشكلتي الكبيره لو جينا انه هيدي كنترول ان بلس كرييت هي بحد ذاتها تابولاسيون، او مثلا بدي ادفش كلمه دوكيومون لتصير تحتهم ما حتزبط معي. صرت شو مضطر اعمل بعد ما كتبت شي 20 سطر بالدوكيومون تاعي مشروع التخرج؟ مضطر ارجع اطلع لفوق وادفش هودي الكلمات encore une fois. D'accord? Donc, هذا الشيء اللي منه حلو، مش عم تشتغل بقياس، عم تضطر تحط اكثر من تابولاسيون، وورد بيرقع لك المعلومه، واول تابولاسيون بيضيع فيها الفراغ اللازم ليحطك على اول التابولاسيون الجاي. بس بصير اذا زاد عندك تكست كبر حجمه تغير شكله، صرت مضطر ترجع انت تزيب الكلام من ثاني وجديد فوق بعضه البعض، لانك مش عم تشتغل بميزور معين. الشيء اللي بدنا نعمله نعمل كنترول زد لنحكي لهدول التابولاسيون زيدين ما يلون طعمي. هنشوف انه افيك اون سول تابولاسيون كي ديجا فات انتر الراكورسي و ديفينيسيون تاعيتا ان فيزون ان سويفون لانديكاسيون المعطات هون انه ان كريون ستيل دو تيب هانجينغ دو 5 سنتيمتر حنقدر نعمل هيدا الافي اوتوماتيكمون. داكور طيب الشرح المطول اللي صار باخر الحصه الماضيه تاعت التي بي وحيكون موجود بفيديو اون لين فيكم ترجعوا تحضروه، هو قصه الستيل دو 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 بوليس الفونت والباراجراف وشو وضعهم بالحياه، انه الفونت في طبق على كل كاركتير لحاله، الستيل تاعو الباراجراف في طبقهم على كل شيء معمول انتر قبله وبعده، على مجموعه الاسطور معمول انتر قبله وبعده. وشفنا انه اذا بدي فوت بالبروبريتي افونسي تاعولهم يا حسين في يفقس هون في يتحكم فيهم كلهم، في اشياء مفروضين فوق مثل الالينيومون ا غوش ا دغوات سونتري، في كمان نيميروتاسيون هالقصص هيدي، بس في قصه الاندونتاسيون افون لو تكست ابخي لو تكست و اسباسمون افون اي ابخي لو باراغراف، هدول مش موجودين برا، مش في الشيء اللي يهون كاوبسيون برا، فانا مضطر كنت افقس على هالفقسه لاوصل. طبعا اذا بعمل بجرب انا وياكم قصه هيدي الهانجينج دو 5 سنتيمتر، فينا نجي هون نحن دجاجة فقسينا هيدا السطر دخل كون. اوكي ماشي الحال، تعال نجرب نشوف شو الافي تاعها. نجي هون على سبيسيال، دونك بدي اندونتاسيون لاول سطر تكون مش مدفوش الفيرست لاين مثل بالقصص مثل ما اتفقنا، بدي يكون شيء غريب مسحوب لورا، معمل له هانج مش ينقينه لورا. دونك هانجينج دو 0.5 بوس انشز، ما بعرف قديش بتساوي بسنتيمتر، بس السؤال بالامتحان طلب مني اكزاكتومون 5 سنتيمتر، الاستاذ قالنا فيكم تكتبوا كليرمون 5 سي ام وبتعملوا اوكي لحاله هو بيترجمها بحولها للانشز، داكور؟ الحل الثاني اذا عندكم بالبيت انتم دائما بتشتغلوا مع سنتيمتر، فيكم تفوتوا على فيشيي اوبسيون ou je crois quelque part fi kon tetahakamou يمكن بالادفانسد فيكم تتحكموا بالunité اللي انتم عندكم اياه هون بالدوكيومون تاعكم، دونك الارقام كي بدكم اياهم بالعربي ولا غيره، الunité فوالا عليك موجودين show measurements in units of inches، دونك انت فيك تختار سنتيمتر مليمتر البوان بيكاس اتسيتيرا. داكور هيك بصير بور دو بون بيتغير عندك هون بالمختبر، يمكن مش مسموح تغير الاوبسيون تاعو للوورد، ما معك وقت اصلا بالامتحان، فدونك سي
c'est deux fois rien hein ma ma بكلفك شيء بتكتب انت 5 cm بايدك او 10 مليمتر بايدك اخرها اوكي بس لاحظوا شو صار معي meanwhile اوكي يعني entre temps مجرد ما انا عملت ابلكيشن هذا الستيل تاع الهانجينج لانه كان في تابولاسيون هون اوتوماتيكمون راح زي بقلي هيدي الكلمة على تقريبا 2 بوس إلا شوي 2 inches minus شوي لأنه تقريبا كل 1 inch بيطلع 2.5 أوكي فا أو 2.4 سنتيمتر فا 2 إلا شوي inches هن اللي بيطلعوا 5 سنتيمتر دكتور دونك لاحظوا كيف لحاله دفش لي كلمة save the document أوتوماتيكمون على parfaitement على 5 سنتيمتر parfait بس شو صار بالصور الباقيين مش 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 ما في شيء ابليكي علي داكور مزبوط الصور الباقيين بعدهم مثل ما هني طيب حعلمكم اون استوس اذا انا عندي يا جماعه بس هودي الخمس صور يا هلا لا تكرم عين دونك لو كنت انا عندي بس هدول السينك لين وعارف ما في غيرهم بكل الدوكيومون عبالي هالميزون فورن سبيسيال اللي عملته هون اورته من محل لمحل عندك حل من اثنين يا اما فيك تعمل انت tu peux supprimer l'espace او الانتر اللي بين هذا السطر واللي بعده بيصير التكست اللي تحت بنط بيطلع لعندك بيعتبر حاله هو جزء من هذا السطر لما تعمل انتر انتبهوا لهيدي لانه هيدي شو بتعمل بتعمل لكم مشاكل بالفيشي دابيتود لما ما تنتبهوا لما تمحي سطر تجيبه لعندك ترجع تعمل انتر هالسطر بيورث البروبريتي دو باراغراف اي دو ميز اون فورم كليتون سوا داكور ايش الحال بس تعمل انتر طلع اذا بعمل انتر مثلا هون على هذا السطر بيجي بكتب شيء وبحط له هون ديفينيسيون لهذا الشيء انورثت الهانجينج قصه الهانجينج بس عمل تابولاسيون صار عم بيخدني على 5 سنتيمتر الطريقه الثانيه اذا انا مش عم بكتب فروم سكراتش يعني دال ديبي في اذا سطر ديجا موجود في اسحبه لعندي سوري اسحبه لعندي بالديليت برجع بعمل له انتر بيقوم بيورد كل الميزون فورم داكور هيدي بتعمل لك بالعاده بتعرقلك بتعمل لك سايد افكت نهار بتمحي بتعمل انتر بتحس مخلص معلق بمود ديديسيون مش عم تقدر تطلع منه الحل تاعه كتير هين لو هيدا انا عملته بالغلط كان في ارجع اقول له سوبريمي لا ميزون فورم برجع كل شيء رواق طبيعي داكور دونك هيدا حل بس شو مشكلتي هون يا جماعه مين بيقول لي ليش هالطريقه منها ممتازه somehow check delete وانتر حتشوف بالنسبه للطريقه الثانيه اللي هي انا اعلم افقص على السطر وطبق ستيل يمكن اسرع اوكي okay. بس الاهم من هيك اذا اجى حدا وقال لي او مثلا اذا هلا طلع عندي كلمه معينه صار لازم اتفشى بعد 5 سنتيمتر شو مضطر اعمل مضطر ارجع كل هذول السطور علمهم وغير لهم التابولاسيون تاعيتهم اذا كانوا هيك جايين ورا بعضهم شغله بسيطه هيني لك في علمهم كلهم دفعه واحده اجي من هون على التابولاسيون وقول خيي ما بدي اياها 5 سنتيمتر بدي اياها 5.5 سنتيمتر داكور حتلاقي التكست اندفش نقره صغيره كلهم دفعه واحده بس وين مشكلتي الكبرى لما يصير في عندي هودي الستور هون وفي هذا التكست وبعدين ليرجع يطلع لي ستور ثانيين بيشبهوهم داكور دونك مشكلتي ما في اعلم هدول الستور يونيون هدول الستور اوكي يس سو لبكي صارت مش هيك طب خلينا بعد اعلمكم قصة استوس صغيرة لو بدل عددهم هن محصور يعني هن افترضنا 10 ليني ما في غيرهم بكل الدوكيومون بدل بعد فيك تستعمل استوس غير الديليت انتر اللي هي البنسو اوكي البنسو تاع اذا بدك بيعمل كوبي كولي بس للميزون فورم ما بيعمل كوبي كولي للتكست يعني بغير لك النص بس بيعمل لك كلونينج اوكي يعني استنساخ عن الميزون فورم هذا البنسو الشهير ذاك موجود هون اسمه فورمات بينتر اوكي فرشات عبارة هيك شكله اللوجو تاعه شكل بنسو فرشاي اوكي دونك بقدر تفقص على السطر اللي عبالك تورث منه الميزان فورم داكور دونك جو في كليكي ايسي اون سول فوا اي بوي جو بو ليك صار تحول شكل الكورسور تاع السوري تحول لشكل بنسو داكور وبيجي بفقص على السطر اللي عبالي اياه بيقوم بيورث هيدا السطر كل الميز اون فورم سون شونجي لو تكست كي لا دادو داكور ماشي الحال متابعين معنا الشباب طيب بتقلي اوف بس هلا كل ما بدك ترجع تغير سطر مضطر تفقص فوق مره وتفقص تحت ما هيك يس بس في كمان بعد طريقه بتسهل لك
تفقص على هذا السطر اللي عبالك تاخد منه تورت منه الميزون فارم مرتين على البنسو ورا بعضهم دوبل كليك. اوكي اذا لاحظت عمل دوبل كليك بصير بفقص هون بدله المود هو كولي بفقص هون بدل المود كولي بفقص هون بدل اوكي سو بدل زي كلي قبل ما وكانه شكله شغله حلوه في امشي فيها بسرعه وهلا حاستعملها انا بعد شوي بس شو كون يا بصير بقدر امشي فيهم بسرعه دكو حتى في كمان انزل لهون مثلا هدول الستور اذا بدك علمهم من هون لهون كلهم بصير دفعه واحده اوكي والحياه حلوه كله شغال بس سني با كول نهارت اللي بدي ارجع رجعهم 5 سنتيمتر قالوا لي بالمكتبه الرابور تاع الفان ديتود لا التابولاسيون او الديفينيسيون تاع ورك لازم يكونوا على 5 سنتيمتر اوكي يا الله بدي ارجع انا على هالمساله بدي اعلمهم واعملهم مشكلتي هون وانس اجان اني مني مستعمل انا شيء اون كوما حقيقي بيناتهم اوكي انا بس عملت كوبي كولي للميزون فان دونك حرجع اتراجع عن هدول التعديلات واشتغل صح دال ديبيو صح ات مينز انه انا استعمل لي ستيل دونك حقيقه اخلق ستيل انا من عندي دونك اون با الي اون اريير لحديت ما نوصل لهون اذا بدك ما في شيء بيمنع انه الواحد يجرب على سطر واحد يشوف كيف الافي واذا زبط معه الشغل بس اون فوا اي دي ساتيسفي افيك لو ريزولتا حرام اذا بده يستعمل نفس هذا الستيل على 10 او 15 امبلاسمون ديفيرون دون دوكيمون حرام يخلق على ظهره لهذا اللين عن طريق هذا اللين يخلق من وراء ستيل وهذا الستيل يعطيه اسم انتليجيبل يسميه لين دو ديفينيسيون دو راكورسي اوكي كلكو شوز دو جون بيصير محل ما عنده لين دو ديفينيسيون دو راكورسي بيابليك هذا الستايل يل فا ابليكي سو ستيل داكور شي الحال فبيصير هذا اسم الستيل هو الفاكتور ان كومون انتر توت سي ليني لا اذا بتغيروا بيتغيروا كلهم دفعه واحده لو كانوا متراميين الاطراف بكل الدوكيومون اخرها داكور هذه اخر خبريه نتعلمها وهي عن جد شغله كثير مهمه بالوقت دونك ا بارتير دو لا اذا انا في اسون يا جماعه اي سي جي كليك سور سو بوتون لا اللي اصلا بليز انتبهوا اذا ما كان عندك اياها فيك تحصل عليها من هيدا البوتون اللي هون تو كليك بيطلع لك هالفنتر اونيتمون اول مره بتفقسوا عليها بالحياه ببيتكم او بالمختبر حتكون هيدا الانترفاس شكله هيك بالاسود وشكله كمان فلوتون داكور دونك عم حاول استبق المشاكل توعوا فيها بالعاده دونك اذا بتفقص على شو بريفيو شو بيقوم بفرجيك باردون اذا بتفقص على شو بريفيو بيصير بفرجيك ديمو ديمونستراسيون عن كيف شكلهم هودي الفونت اوكي واحد اثنين اذا بتمسك التول بوكس نسميها كانها عدة اوكي صندوق عدة فاذا بنمسك التول بوكس تاع الستيل وباخده هون على ميله اليمين لتدق الكورسور باليمين بيقوم اوتوماتيكمون بيعمل دوكينج يعني il va se coller il va se coller sur le à droite de la fenêtre d'accord تجرت منه في كواد بدك تسكره بس هلا ديزورمي اذا بتفقص على هالفقسه بيرجع بيطلع بهالطريقه اذا لقيته يكلك نص الشاشه والدوكيومون قول انا ماني بحاجه كل هالقد له انا بيكفيني هالقد مثلا لا تسي اوكي قادر اقرا اسماء الستيل من هون داكور دونك tu peux le régler autant que tu veux لحديت ما توصل لهيدي الريزلت طبعا هدول مهمين لانه اذا كانوا كل وقت عم يضايقوك ويعرقلوك اوكي مسائل يعني مثلا لو كان فلوتون كل شوي بدك تزيحه من التكست اللي انت عم تشتغل فيه رجعت قربه لهون رجع اوكي لما يكون دكت تو ذا رايت ما بقى انت تهتم له وهذا الدوكيومون هلا انا بصغر له حجمه صار ايش على كل الدوكيومون وكل الستيل كانهم عباره عن باليت للالوان تاعيتي بمسكه بلون بمسكه بلون بمشي بسرعه بالحياه داكور دونك نرجع لحديثنا انا وعامل كليك على هيدا السطر جو بو كريي ان نوفو ستيل جو كليك ايسي على هال الاشاره بتقول لي بالامتحان استاذ شو عرفك انه هيدي نوفو ستيل حقيقه ما في داعي احفظها اذا هلا غيروا لها اللوجو بقدر انا حط السغيفه وقال الفقسه بنتظر شو بيطلع علي؟ بيطلع علي شيء اسمه تول تيب تول تيب يعني تيب يعني هنت اذا بدك او انفورماسيون عن التول عن الاوتي اللي عندي اوكي فبسموها تول تيب لانه بتعطيك هنت عنها وبتقول لك شو بتعمل بتزبط على كل شيء باي ذا واي مثلا اذا بحطها هون بتقول لي بولد وحتى بتعطيني الراكورسي تاعيتها لو بعمل كنترول بي التكست بيتحول لبولد اوكي حتى شرحي لك اياها ات ميك يور تكست بول اوكي لهالدرجه وكل شيء مشروح عندك يا با دي ريزون انه انت ما تتعلم لحالك اذا بتترجم انجلي او اذا بتعرف انجلي دونك هيدي شكل عن جد هي اللي بتعمل لي نيو ستايل جو في كليكي لاتسو
هل ستيل حنقي يكون ستيل دو باراجراف مثل ما هو طالب مني باللاب، وشرحت لكم المره الماضيه شو الفرق بين ستيل دو باراجراف وستيل دو كاركتير. هلا اليوم حيرجع يمرق معنا هالموضوع. دونك ستيل دو باراجراف حنسميه شو طالب منا نسميه مشان ياخذ علامه الامتحان والاستاذ ما يحتار يقعد يبرم يطلع ينزل يلاقيه لاسم الستيل. هو طالب مني سميه شورت كات باراجراف ستايل. اوكي دونك بعمل لك كوبي. اوكي وبيجي لهون بحطها كنترول في كولي. دونك مثل ما هو بده اياه، لانه هو بالامتحان لما بده يصلح لي الاستاذ حيجي على هالمنيو تاعت الستيل يبرم اذا انا خالق هيك شيء اسمه هيك اكزاكتومون. دكار دونك اوقات كثير للاسف بفتح فايلات الطلاب بيطلع لي ستيل 1 ستيل 2 ستيل 3 انه كمان انه كنت مسميهم هو تركهم بار ديفو مثل ما هن مسميين. بس انا ضايع انه خاصه اذا ستيل 1 مش عامله 100%، فما بعرف اذا هو عباره عن الستيل اسمه شورت كات مدري مين ومغلط بدو بروبريتي فيه ما كمله للاخير، ولا هو شيء ثاني مخترعه من راسه ولا اوكي. فما في حط له علامه مثل نظافه الشخص مسمي لي بنفس الاسم وحاطط كل البروبريتي 100%. دكار دونك حنسميه هيك وحنقول له اوكي. عم بيقول لي this still name already exists، شكلنا خلقينه نحن المره الماضيه on fact is available in the style. So حنسميه نحن شيء جديد بركي شورت كات ستايل. اوكي حنقول له اوكي. حنصير نروح نفقص على الصوره اللي نحن بدنا اياها ونعمل الابلكيشن لهذا الستيل، حنلاقيهم عندي هيك نفس هذا الافي. دكار اذا ما عملك المره تفقس بمحل وتروح تعمل ابلكيشن للستيل فيك تستعمل خدعه البنسو. دكار بعمل دوبل كليك على البنسو وبصير بعلم كل هدول لحاله بشو هالمره مش عم يعمل كوبي كولي للميزون فورم، عم يعمل كوبي كولي لاي ستيل ابليكي سور سيت ليني لا. فهدول اللين هلا عم يورثوا هذا الستيل. دونك جو بو الي سور سي ليني لا، جو بو سيليكسيوني توت سي لين دون سول كو، هوب صاروا شورت كات ستايل. لاحظين عم بيعلم لي انه هذا هو الستيل ابليكي سور سي لين. هون كمان اروز اي ثينك يس. بيجي لهون كمان كل شيء نافيغاسيون. داكور كل شيء هون عندي اياه لحديت هون. داكور والفرنش اكسنت. دونك اون فا تو سيليكسيوني، صار عندي اياه هون اوتوماتيكمون بارفيتمون اليني. داكور هدول التابيلاسيون اللي انتم شايفينهم يا جماعه مش حيبينوا عندكم نهار اللي بتفقس على هالفقسه بيرجعوا بيختفوا وبيطلع دوكيمون عندكم فيري شارب. عيوننا نحن كل اي حدا بيعرف يشتغل بالوورد حيشوف بكره. انت بلوتو بدل ما تعمل هيك عمل هيك انتر انتر او اسباس اسباس. اوكي فلما بيطلع فيهم هيك بصير بيغلي قلبه من جوا بيقول ليش هيك. اوكي سو انه في طريقه اضبط للشغل. اوكي بيعرف هذا مثلا الشخص بيستسهل بالامور بدل ما يعمل الامور على اصولها بيستسهل فيهم. سو بون بغيف شو الافي تاعهم؟ الافي تاعهم يا جماعه هلا اذا بيجي على هذا شورت كات ستايل وبقول له موديفي شو ما على بالكم تعملوا فيه؟ افترضنا على بالكم تحطوه كله ايتاليك تقول له اوكي اوتوماتيكمون كل اللين تاعولك اي ريان دوتر بصيروا ايتاليك. اوكي لا علمت شيء ولا عملت بانسو ولا عملت شيء. اوكي دونك هيدي اهميه انك انت فعليا كانك عم تعطي ميتا دوني بنسميها او انفورماسيون سوبليمونتير عن اللين تاعولك بغض النظر عن التكست الموجود فيهم. بالنسبه لك انت كديزاينر للدوكيمون صار بيعنيك شيء معين. سي اون انتيتي ابار، سي سون لي لين دو راكورسي، سي سون لي لين دو مون سي في، سي لو تيتر دو مون دوكيمون، سي لو تيتر دو شابيتر، سي ان تيتر دو. عم تعطيهم معنى، عم بتمعنهم لهودي الباراجراف والشو اسمه. داكور؟ ماشي الحال؟ اوكي؟ بارفي. كان بدي اقول بعد شغله اخيره جايز، في حال لو نحن ما انطلقنا بالستيل تاعنا مثل ما نحن عملنا هلا من شوي، يعني ما كنا مجربين نعمل هانجينج على سطر واحد ونخلق الستيل على ظهره، سي با لا فان دو موند. لو افترضنا انا كنت واقف على باراجراف نورمال وعبالي اخلق هذا الستيل ما كان موجود، اعطيناه اسم معين لايك ستايل نيم
وجينا بعدين على فورما باردون جينا بدنا نعمل له هانجينج. بتطلع هون ما في ولا فقسه من هون من برا مفروده بتعمل لي شيء اسمه هانجينج. داكو دونك لازم نروح على فورما بليز ويا ما تتحكم بالفونت بولد ايتاليك سترايك ثرو الى اخره اندرلاين، يا اما بالباراجراف تعمل اسباسمون افون ابري وهانجينج وهالقصص هيدي، يا اما بوردر لنعمل له كادر دير ماندارو ترام دو فون يعني نحط له كولور دو فون دير ماندارو اتسيتيرا اتسيتيرا. داكو دونك لو كان بدكم انتم تعملوا الهانجينج فروم سكراتش من دون ما تكونوا عاملينها من برا فيكم تفوتوا على فورما باراجراف وتقولوا انا بدي hanging the whatever value. إذا بقول له أوكي هلا بطبقه على هذا السطر بيكون خلق لي ستيل اسمه style name وعمل لي hanging the 0.5 inches. دكا في الحال okay. Ctrl Z ما بدي لهذا الستيل سأسير عليا. بس بعد في فرق صغير يا جماعة شو اسمه زميلك سو هيدي مهمة اللي هلا حنحكيها لأنه هي مش شرحناها المرة الماضية أوكي. أنا كنت مراهن كنت ركون سواء عم تحكوا مع بعض أو سواء عم تاخذوا ناب لأنه كنتم مركزين معي المرة الماضية كنت كتير مبسوط من الأداء تاعكم باللاب بس هلا عم بشرح شيء جديد سو حرام يروح عليكم. دونك بعد فاضل شغلة أون فات إذا حدا بيطلع بالميزون فورم هون بيلاقي إنه الانتات بنسميه الانتات يعني هادينج اذا بدك كمان بالانجلي هاد. فالانتات تاعو اللين يعني بدايات السطور بتلاحظهم كيف طالعين اون غراب يعني بولد هيك بنلاحظهم كيف طالعين حادقين والباقي كانه هو ديفينيسيون تاعيتهم مشان يعطيك افي ديكسيونير او افي انه هيدي الكلمه وهيدي معناتها او هذا الشورت كات وهذا اللي بتعمله. دكا دونك هذا حلو يطلع عندك بالسيفين ولا سنت الكذا انا عامل هيك انسون انسوفول. دونك شكله لكان في شيء لازم ينعمل وبعد ما عملناه وهذا بالفعل موجود بالإتاب نيميرو 7. داكو بالإتاب نيميرو 7 قايلنا يلفو كريي ان ستيل دو كاركتير حطيت لك بين بارانتيز لتنتبه انون با دو باراغراف. اللي عملناه من شوي هو ستيل دو باراغراف لما كنا نفقص على السطر كله يعمل لي كل السطر هانجينج او اسباس قبله او بعد. اسباس دو كاركتير بتخليني اضطر اعلم مجموعه الكاركتير اللي عم بده يتغير الميزون فورم تاعهم 100% وبصير ils peuvent cohabiter ensemble يعني dans le même paragraphe اللي هي ديجا aligné بطريقه معينه ومدري شو عطيها انت بروبريتي دو باراغراف اوكي فيك تعمل اكثر من كلمه جواتها يكون عندهم دوتر بروبريتي سوبليمونتير تبعين لالون اوكي ميز اون فورم للستيل تاع الفون تاعو. داكو دونك ما في كلمه معينه الا بليز كوني انت بعيده عن السطر اللي فوق 5 سنتيمتر او كوني انت بالنص ما بيمشي الحال كل الباراغراف بدها تنط على النص معه اوكي لانه سي اون بروبريتي دو باراغراف. بينما في مجموعة كاركتير حطهم en gras en plus أو حطهم underlined أو حطهم mot important أو italique etc. داكو ومشان هيك مقسمين لكم يوهن لوجيكمون بالمنيو فورما شفتون مقسمين font أو paragraph أوكي فيك تحكم بهدول القصص. دونك créer un style de caractère et non pas de paragraphe nommé shortcut had. had يعني en tête اتفقنا. دونك je vais copier ce mot-là ayant la police en gras et appliquer ce style sur les entêtes des lignes des raccourcis. تكرم عينك اوكي هلا لانه عم بيحكي لنا الاستاذ وشرحنا صار هذا السطر اللي ممكن من اسبوع زمن لورا ما يعنيكم شيء شو عم بيحكي صيني المفروض هلا صرنا عم نفهم عليه شو عم بيقول. يعني il faut créer un style التيب تاعو دو ستيل دو كاركتير لازم يكون en gras الاسم تاعو شورت كات هاد on va les appliquer sur les entêtes des lignes معناتها على هدول الكلمات اللي هون. داكو دونك on va le faire. دونك كمان عندنا حل من اثنين يا ما بعلم وحده من الانتات بحطها en gras وبروح لعلم لاعمل على ظهرها لعمر على ظهرها ستيل دو كاركتير يا ما سني با غراف انا واقف على هذا السطر شورت كات ستايل بفقص عليه نيو ستايل وبنقي من هيدي المنيو ستيل دو كاركتير بقول له بدي كاركتير ستايل. لاحظوا كيف مع الباراجراف ستايل بيكون عندكم الايكون شكلها شكل هيدا الباراجراف اللي هون اشاره الباراجراف. هلا لما نقي ستيل دو كاركتير بيطلع لي اشاره حرف الا على اساس كاركتير واحد اول كاركتير بالالفابي اللي هو لتر ا.
Donc, je vais mettre ici le mot shortcut had, ok, il y en a en tête de raccourci. Vous l'avez vu automatiquement, fictir à chasseur disabled, il y en a désactivé, battal fi fos alaya. هذا شيء منطقي. اها برافو عليهم جماعه الوورد كونسيستون. اوكي منن ولا عندهم تروبل باللوجيك تاعهم. لا اوتوماتيكمون داس اكتافولي يعني ايزون ديزاكتيفي بو موا المنيو باراغراف تابز اي بروبريتي بتتابلك على ستيل ككل على الباراغراف ككل عملوا لها ديزاكتيفاسيون نو سا نا با سونس. تركوا لي انا اذا بدي في انا غير الفونت اوكي في اعمل بوردر داير من دار الكلمات في اعمل لها كولور دو فون يطلع داير من دارها كانه في كولور دو فون لونها ازرق مثلا اوكي دونك انا اللي بدي اياه شيء كثير بسيط في فوت عليه من هون من قلب المنيو تاعيت فونت بس مشان فرجيكم عليها شي مره بحياتكم ونقي من هون فونت ستايل بولد بس ليك قديش طويله حاطين لك اياها ركورسي برا منها فيك تفقص على بولد اوسي سامبل كو سا داكور دونك فينا نعلمها ونصير نقول له اوكي هلا كالعاده شو بيعمل لك il va l'appliquer automatiquement sur ce morceau-là, à la kelma اللي انت معلمها. فدايما يدون انتبهون on side effect. في يعلمها actually عملها clear all formatting ترجع طبيعية. ما بيعود في عندها هذا الستيل. وبروح على التكست المعنى اللي هو control S هون بقول له shortcut had. داكور؟ هلا honnêtement ما إلى غير حل انك تعمل format painter double click على format painter وتروح تعلمون هياخدوا معك شوية وقت أكيد بس سنبا أنودان يعني بدك تعلمون تكون صبور أوكي إيه سبا سبا أغيفي دكور الحلو فين هلا أوكي بعد هعمل شيء تنتين ثلاثة وخلص واقف دونك الحلو فين هعمل وقت اللي بتخلص أوكي مش ما تضل هيدي لحقتك كل الوقت بصير تفقص هون بتتغير تفقص هون اوكي بصير تنزعل لك الدنيا كلها لتطلع من هذا المود تعمل ايشابي اسكيب الفأس اللي بالكيبورد على الشمال من فوق اسكيب اوكي بصير تطلع من هذا المود ترجع الكورسور طبيعي وبتعمل اثنين كنترول زاد عن الاشياء اللي نزعتهم على طريقك بيمشي الحال داكور دونك الحلو فيها اذا صح حتكون تيديس يعني حتكون فاتيغون انك تعملهم كلهم اون سول فوا بالحياه بس الحلو فيها من هلا وبالرايح قالوا لك كمان بالمكتبه لا 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 نحن الستيل تاع مثلا افترضنا هدول هن بسموا ابريفياسيون يعني كل شيء في اختصارات بالدوكيمون لا بكليه اداره الاعمال بالدوكيمون دو فان ديتود او بالماستر الاختصارات ما بتكون بالبولد او الكلمه شو عم تختار انت هذا الستيل نحن الستيل بيقول لك لازم يكون مثلا ايتاليك ما تكرم عينكم تفقص على ايتاليك بتشيل البولد بتقول له اوكي اوتوماتيكمون كل هودي الكلمات بيتغيروا at once بيتغيروا دفعة واحدة اوكي في حدا بعد ما حس بأهمية الستيل مفروض لا وفي شي حدا بعد كتير غامض بالنسبة له كيف بينعملوا يمكن لازم تجربوا بإيدكم أكيد حتجربوا أكثر من مرة بعد من هلا وبرايح فاللي بنصحكم إياه نزلوا على التليفونات صار يوتيوب بيقبل منك إنك تنزل فيديو أوفلاين فأنت بالبيت على الواي فاي نزلوها الفيديو لما حطهم اونلاين جيبوهم معكم بصير فيك ترجع تسمع صوتي وتشوف الاتاب اللي انا بعطيكم هون بيوتيوب اكشلي ام غانا شو يو فيري كويك ديمو سريعا افترضنا ليتس سي هيدا الفيديو اللي هون في هون عندك فأس اسمه داونلود اوكي بس تفقص عليها ببلش يعمل لك داونلود يحط لك اوفلاين اوفلاين بصير بدك تروح على الليبراري تاعيتك هون في محل اسمه لايبراري وفيك تصير تشوف الداونلودز تاعولك انا هون مثلا عندي زيرو فيديو نو داونلودز اوكي بس لو كنت مسيف شي واحد على التليفون تاعي كان في هلا فوت اقعد احضره اغلي بتقزي الفيديو اللي انا عم حطهم اونلاين بعد ما عملت لهم ابلود حتفوت عليهم هلا برجع بذكركم حتفوت عليهم من مودل 100% moodle.bell.said .com اوكي الكورس تاعكم انا خلقت لكم اياه اوريدي حطيت لكم اللين على الهلب الاونلاين هلب بالفرنسي تاع المايكروسوفت اوفيس 2365 يعني 2013 16 اللي هو اجدد فيرسيون للوورد لقيت انه التريننج والماتيريال وكذا كلهم موجودين بالفرنسي مترجمينهم هن اوكي فهذا الشيء شو بخليهم انه يعني انت عم تخدم من السورس من الام اي صح
فأنا عم بعمل كل شيء لازم لكم لهذا المادة، وهذا دوري وهذا هدفنا هون بالصف، وقال لك إن فيكم تحضرون منكم لحالكم. لا شك هونيك الماتيريال، إذا بتروحي تبني مثلا تابل دو ماتير بتعملي انتر بالهلب ويندو، دغري بيطلع لك كومون في كذا احتمال، كومون انسيري انتال دو ماتير، كومون شونجي انتال دو ماتير، كومون سوبريمي انت. اوكي، فاللي بيقرا فرنسي عادي وهيك موجود التوتوريال اون لين. في كتير ويب سايتات لاساتذه بفرنسا وكذا بيعطوا شيء اسمه لو سي دو زي، يعني سيرتيفيكا دانفورماتيك انترنت، كمان موجود عليهم كتير ماتيريال، بس حتلاقي مشتزق. اوكي، يعني مثل ما انا لو بدي احاول اللي عم بقولهم اكتبهم بكور معين بدك تعدي تقري وشوي مودجر وكذا، ومش حيكون up to date. أغلبيتهم لقيتهم سكرين شوت لفيرسيون قدمة للوورد، حتحسي في ديفازاج بين شو موجود. أوكي، حتى الفرنسوية مشكلتهم صح الكور بالفرنسي، بس السكرين شوت لأوتي الوورد موجود بالفرنسي، ونحن هون عنا إياه بالمختبر بالإنجليزي. فحتفوتي على منيو مثلا اسمه ستيلو باراجراف، ما بيفرقوا، بس هون اسمه بوليس مثلا. أوكي، هتلاقي مكتوب بالخيارات غرا متر ان غرا مثلا بدل بولد متر. اوكي، فكله مترجم على الفرنسي، سي ان بو حيلخبطكم. فمشان هيك رجعت شلت كل البي دي، كنت حاط لكم بي دي افات من هالنوع، شلتهم كلهم، والحمد لله لقيت على المنيو تاعيت وورد موجود كل الاكسبليكاسيون. الحلو فيها انه انتم بالباج، اذا انتم بباج معينه لقيتوا شي شورت كات او شي باردون شي سكرين شوت موجوده بالفرنسي، عبالكم تشوفوها بالانجلي، في خيار من فوق بيكون باليو ار ال مكتوب من فوق FR-FR يعني français de la France. فأنتو فيكم تغيروا وتكتبوا EN-US، أوكي، يعني الأنجليز de l'USA. أوكي، بيقوم بتغير نفس الصفحة اللي انت قاعدة فيها، نفس الكونتينيو، بس دغري بيصير بيقلب على الأنجليز. فاللي مثل ما بترتاحوا فيكم تشوفوا الصفحات، وهيدي الأمية عم نروح على ويب سايت تاع مايكروسوفت عم بيشرح هدول الأوتي، في للوورد بكرة للإكسل وفي للباوربوينت. دونك إذا بدي أعطي حالي إنترنت لفرجيكم عليها، أو في حاول شوفها من التليفون دغري سريعا. دونك بس تزوروا صفحة المودل، بيطلع لكم محل تعملوا لوج إن، أنتوا بتقولوا له لوج إن أز أ جاست، أوكي، يعني كم زيارة. وهون في عندكم الكور تاعكم انفو ال 2100 انفورماتيك ابليكي فول 2018-19. دونك مبدئيا هلا هو اول كور، بس حد غير محله، بس الفو جوست شيرشي لو نو. بس تنزلوا هون اول اللي انا حطيت لكم اياه في لو جيد اوفيسيال، جيد اوفيسيال دو اوفيس 2016. اوكي، دونك هيدي صوره بس على الحل، انتم تفقسوا على هذا اللين بقوم ياخذكم على الويب سايت تاع اوفيس. للبارتي تاعت الوورد حط لكم اللين سبيسيفيك تاع الوورد. اوكي، بس كمان حتى انتم لو رحتوا هون اون لين وفقستوا على الايكون تاعت وورد كمان حياخذكم على نفس الباج. اوكي، دونك فوالا، كنت قبل اعطي للطلاب ريسورس بالانجلي ما كانوا ينبسطوا فيهم ما يقدروا يقرون، او ريسورس بالفرنسي وبالتالي السكرين شوت بالفرنسي ما نظبطين. دونك هون انت عم تروح على ويب سايت الهيدا، ولاحظ وورد فور ويندوز تريننج في الكويك ستارت جايد. اوكي، طلع عندي هون لانه تليفوني محطوط انجليزي اي ثينك. فاذا بنزل لتحت لهون في عندي مكتوب اسم اللغه، ففي افقس من هون وروح على ويب سايت ونقي انه انا بدي اياه بالفرنسي او بالعربي او بدك اياه. دونك برجع بطلع لفوق لهون، لاحظوا كيف مقسمين لكم اياه هون. ويلكم تو وورد حيكون كويك جايد سريع، اكريغ ايديتي لو دوكيومون، فورماتي لو تكست، بس من دون ما تستعمل ستيل بالاول، بيقول لك بس انه بولد وغراو ايتاليك وهالقصص. بعدين لاي اوت اي باج، انسيري دي تابل، امبريمي. بعدين في عندكم هون actually use word for school لتكتب فيها document un peu plus conséquent. دونك هي tout ce qu'il faut. حتى تحت بيصير بيقول لك additional help، في عندك help كامل عن كل المواضيع. دونك si ما par exemple انا je veux chercher un sujet donné، مثل ما قلت لكم في افقس هون على المنيو تاعت recherche وقول له table de matière. table de matière اصلا لك دغري عم يعطيني للاقتراح، بفقس عليه اوتوماتيكمون وحده من الاول ريزلتات حيكون عندي كرييه اون تابل دو ماتيير بقلب وورد ولا هي من هيك. دونك جو بو كليكي لاتسو اي جو بو لو ريغاردي. اوكي، دونك في حال كان الفيديو عم بيكون طويل عليكم او نسيتوا شيء او فيرسيون الوورد عندكم مختلفه، فيكم تروحوا لهون وكل لو جيد اللي ديجا لا داكور بارفي. دونك بتخيل نحن تقريبا شهلنا، بس هيك لنشوف بعد في شيء دوز ايتاب يمكن ما عملناه هون ويت انوف. اول شيء عباله ان ننزل صوره. اوكي، دونك عباله ننزل صوره اسمها tool tip of the bold command .png، هذا اسمها للصوره. il faut l'insérer sur la ligne vide qui sépare la fin de la section introduction et le début de la section format of this document. d'accord، دونك
هذه صورة وين بلاقيها؟ لما تلاقي في اسم في ملف معين .png أو كذا، مفروض تسأل حالك دغري إنه لما استاذ المختبر المدرب أعطانا الفايلات، هل يترى هو واحد منهم؟ دونك تيبيك مو حتلاقيها موجودة دايما مع الفيشي اللي نحن بعتنا لك إياهم، داكور؟ بالامتحان أبسولي مو حتكون واحدة من الفيشي كي سون دوني avec les autres fichiers de l'examen sur lesquels vous allez travailler. Donc, عندك حل من اثنين. يا اما بتروح توقف بالكورسور محل ما انت لازم تنزلها. هو عم بيقول à la fin de l'introduction قبل format this document. مظبوط، هاي البارتي introduction وهذه format this document. كيف حطينا الكورسور يدور ويطفي محل ما بدنا نعمل insertion على table de matière؟ La même chose. Donc, يا بتوقف هون. Okay guys. يمنو أفهون ومنعمل drag and drop للإيماج، يعني بقدر إجي لهون على الانسامبل دو فيشي تاعي، ولاحظ شو بعمل. Please guys. So بمسك الإيماج وبجرة معي لهون، وبس توصل على محل الكورسور بشيل إيدي عن الـ right click، عن الـ left click. Okay. دونك هذه أول طريقة برح أرجع عيدها. دونك aussi simple que ça. بمسكها بجرة، بحاول ما افلتها نيمبورتو مشان ما تضيع مني والى اخره. دونك بس اوصل على الدوكيمنت تاعي، دونك جو بو لا غولاشي البوتون، بشيل اسمعي عن الفأسة بتقوم تنزل منها لحالها. هيدي طريقة رقم واحد، انا بحسها كثير سريعة. طريقة رقم اثنين يمكن ان بو بلوس سيستماتيك، بتفوت هون على المنيو اللي اسمه انسرت انسيري، وبتقول انا جو في انسيري اون ايماج بيكتشر. دونك بتفقس عليها بتقول له هل الايماج اللي انا بدي اياها بديها عن الكمبيوتر، داكور؟ دونك بهالحاله هيدي انت مضطر تروح تبرم بالدوكيمنت تاعولك. دونك انا شوي طريقي طويله بس جو في لا روتروفي. دونك دوكيمنت انسينمون لي كور ابلايد انفو بارتي وورد CP1 et puis là voilà. Donc shift des avantages d'accord barrem انت عليا للايماج لحديت ما تلاقيها et puis tu vas l'insérer. Ben, ça va aller hein? Ça va aller très bien. بيعطيك exactement le même effet. ما في avantage la approche à la tenue elle non le بتلاقيها انت اسرع. D'accord. اول وحده drag and drop. So خفيف ظريف 100% بنحملها باللفت كليك و محل ما هي موجودة بدك تجيبها من الدوسي اللي هي موجودة فيه. يعني إذا هونيك بالمختبر اسمه الدوسي على داسكتوب اسمه NC2 Common Files، حتلاقيها تيبيكمون موجودة هونيك. تو كليك لاتسي تو لو مانتيان كأنك عم تعمل دراج اند دروب. أوكي تو دروب جوات الفايل، دونك بسموها غليسي ديبوزي بالفرنسي. دونك تو غليس لو فيشي و تو لو غولاش دون لو دوكيمون وورد. أوكي داكور. نصيحة مني لإلكم هلا بالامتحان مش حتضطر تعمل شيء خطير، بس بالحياة ممكن تجي انت تصير بلش تستنسل. ياما بشوف طلاب يقولوا مش حلوه هيدي الصوره، ها ليك هيك احلى. اوكي انا بضرب ايدي على راسي. سو دونك هيدي الصوره هي ما خاصه بالصوره الرئيسيه. هيدي الصوره اذا حدا بيحاول يبرم عليها وين موجوده بالوورد ما بيقدر يعرف هي اي منيو وين موجوده، لانه فرانشمون البروبورسيون كومبليتمون ديفيرونت والتكست مش واضح اند سو اند سو فورس. عندك الطالب الثاني اللي بده يقول اخدي محل كبير، انا ما عبالي فرجيهم للجنه انه انا عم كبر الدوكيمون بصور. اوكي فبده يقتصد او بده يفرجيهم العكس، انا عندي كثير كلام اقوله، فبصير بصغرها بصير الليزيبل، بصير انوتيل هذه الفيجور. هي الفيجور والاكزامبل والتابلو هدفهم توضيحي من ضمن التقييم للرابور انه انت عم تعطي امثله، عم تدعم كلامك بصور وفاكتس وغيره. فاذا انت بدك تعملها انوتيل للصوره ما استفدنا شيء. دونك لا ريغل دور هي تخلي انت النص يكون التايت تاع البوليس، يعني الفونت سايز مثله مثل الفونت سايز اللي داير مندار. اذا انت على الطباعة هذا حيطلع مقروء، فلازم يكون هيدا اذا حتى لو بصغره شوي ليصير قده تقريبا كمان حيطلع مقروء بالطباعة. اوكي الرقم اثنين حتى لما اذا لاحظته انا وعم صغرها ما صغرت من هون. اوكي لان هذا عم يبطل يطلع بنفس البروبورسيون، بنفس بنسميه اسبيكت ريشيو. اوكي سي با لا ميم بروبورسيون. دونك استعملوا المقابض او الهاندلز اللي هن على الزوايا. اوكي دونك دائما صغروا الصوره
اذا بدكم ولها البود من الزوايا بصير بتتصغر افيك لي ميم بروبورسيون دروات ا غوش داكور سا فا ريستي افيك لي ميم بروبورسيون بس ما تبالغ بالموضوع لا تكبرها هيك لتصير هالقد لانه طلع هذا كثير اكبر من هذا النص ولا تصغرها كثير بشكل انه ما تقدر تصير تقرا بالمره دونك اعملها افيك لا بون بروبورسيون داكور دونك كمان هي دول من الملاحظات والجوجمون بري جوجمون اللي بنعمله قبل ما يجي الطالب يعمل ديفانس او بريزونطاسيون قدامنا بالبروجي دو فان ديتود لما تشوف الدوكيومون هو الدوكيومون بيحكي عنك بالاول اذا الدوكيومون ما كان بخبخ وعم بيكون مرتب عم يبلش يعطينا نحن موفيز امبريسيون عن الطالب انتو يلفو فريمون ليفيتي داكور بغيف لنرجع على البارتي التكنيك بالبارتي التكنيك شو عم بيقول لي بده بعد ما نزيد على هذه الصوره اون فو لا سنتري عم بيقول استعمل كنترول او لتعمل لا سنتري هات لنشوف فعليا لما انا نزلها بهالطريقه كانه هي لاحظ الكرسور بدو يطفي قدامها يعني انا في كمل حدا نص معين بقدر اكتب قدامها تكست اوكي كان جزء كان باراجراف فانا مثل ما بكتب تكست بقدر احطه سنتري او جوستيفي او البديه هيدي ما منا استثناء في افقس هون على السنتري ولاحظ الركورسي تاعيتها هي كنترول بلس او داكور دونك بقدر اعمل كنترول او او بقدر اعمل من هون الفأسة بجيب لي اياها سنتري داكور الفيجور حلو يكونوا سنتري هيك انت شو ما كانت التاي تاعيتها لما بتطلع بالنص سي فريمون بو في كثير طلاب بس بيحاولوا يغيروا التكست رابينج اللي هون بيحطوها مع التكست فوق التكست مدري شو بياخذوا شمال يمين هيدي كثير بتصير ثقيل عليك خاصه اذا ناوي تحط لك كابشن واللي هو شيء مطلوب بكل الدوكيومون المرتبين اذا عم تعمل انت دوكيومون للصغار او دوكيومون هيك هيك ايدك والحقني مثلا ولا شكل صوره اعشاب وفوائدها ومدري شو رابور معين هيك على السريع فليكن بس تيبيكمون ما يكون عبالك تحط فيجور احصائيه من بلد معين من البنك الدولي من مدري ايش وعم تعطف عليها لازم يكون عندها تيتر واضح تكون مرقمه ومشان تقدر تقول بالنص كما نرى بالصوره رقم كذا الى اخره الى اخره داكور دونك بوغ اجوتي سا هيدي بنسميها بالانجليزي كابشن اوكي وهذا الشيء في اصلا طالبينه منكم هون عم بيقول دوني ا ليماج لا ليبيلي يعني كابشن tooltip of the bold command okay donc عملي يكون هاي الاكسبليكاسيون تاعيتهم دونك عم بيقول لك voir figure numéro 4 اللي هي هون لاحظ باي ذا واي ليك التيبي تاعي معمول بهالطريقه انا حطيت لكم figure numéro 4 لفرجيكم شو لازم تعملوا اوكي انه كيف لازم يطلع شكلها بالاخير لازم تطلع مرقمه في حدا كلمه tooltip of the bold command وانا عامل هيدا الشيء اصلا يعني حاطط هالفيجور اللي انا عملها سكرين شات هون بحد ذاتها هي الفيجور نيميرو 4 عندي انا قايل بالتي بي فيجور كروس ريفرنس انيميراتاسيون دي باج اوكي عم فرجيكم كيف لازم بعد شوي نصير نرقم الصفحات ونزيد فيجور وحتى نعمل لهم ليبيلي داكور دونك باي ذا واي لما بعمل جينيريشن للفيشي بي دي اف بعمل كليك على الفيجور 4 دغري بيصير بيخدني عليها بتطلع كليكابل بتطلع مرقمه اي جو بو لا ريفيرونسي دون مون تكست بيطلع هذا البارتي من التكست منا مكتوب بايدي بيطلع شيء كانه شون اوتوماتيك دونك انت حتضطروا تعملوا نفس الشيء داكور دونك هات لنشوف شو لازم نعمل لنعمل كابشن نعمل بوتون دروا على الصوره بقول له انسرت كابشن طريقه رقم واحد نفس الافيه مثل لو انا معلمه للصوره ورحت على ريفيرونس وجيت لهون وقلت انا بدي نزل كابشن شفتوا هالفأس اللي هون insert caption اصلا هون عطيك ديمو عنه هيقول لك بيطلع شكلها figure بلا 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 اوكي دونك سي جو كليك لاتسو لهالبوتون بيقوم بدايالوج بوكس بيطلب مني شو بدك تعطيها ليبيلي انا ديجا عامل كوبي من هونيك للنص بحطه هون tool tip of the bold command وبقول له اوكي اوتوماتيكون بصير بحط لي هون اذا برجع بال لورا
لاحظ هذا نيميرو 1 شو سي ان شون غريزي يعني شون اوتوماتيك معناتها هلا اذا بعمل فيجور ثانيه بعدها حتطلع فيجور نيميرو 2 اذا بغير عقلي وبزيد فيجور قبل لهي الفيجور حتصير هالفيجور الجديده هي النيميرو 1 وهيدي اللي هون هي نيميرو 2 اوتوماتيكمون ايتترا ايتترا دونك بارفي لكن ما في اعمل كنت هذا الشيء انا مانيوالمون بقدر احصل على نفس الشكل بس مش على نفس الخاصيه مش على نفس الشغل الاوتوماتيك مع الفيجور دكا دونك مش الحال بالنسبه للكابشن اوكي دونك يا اما رايت كليك انسرت كابشن يا اما من ريفرنس فاسد انسرت كابشن دكا بالعوده ل الجذن الانوثي في عندي بالاتاب نيميرو 9 قايلين على la fin du deuxième paragraphe de la section introduction حطوا الكورسور après le mot in et avant le point in et insérer une cross référence à la figure de l'image tooltip لاحظ مزبوط هون ليك الإفيد لازم نحصل عليه هو كما يلي هون مكتوب كلمة as shown in بس لازم نزيد هيدي خبرية figure 1 اوكي وتطلع شون اوتوماتيك بشكل لما افقص عليها تاخذني عليها اتسيتيرا اتسيتيرا ولما يبطل هيدي اسمها figure 1 figure 2 اوتوماتيك مو هذا التكست يتغير دونك هات لنشوف النص البروت اللي انا عندي اياه مش موجود في كلمة figure 1 دونك شكله عباله بعد كلمة in قبل النقطة عباله اعمل اسباس وروح زيد هون ريفيرنس عليها للفيجور بنسميها كروس ريفيرنس لانه عندك تكست عم بيأشر على محل تاني بالتكست تاعك باي ذا واي هيدا ما بس بيتقبلك على الفيجور اون بو لابليكي سور لي تيتغ في قال له as shown in the chapter 3 اللي اسمه introduction كذا كذا كي هي على باج حتى في جيب رقم الباج اوتوماتيكمون دكار هلا حنتسلى فيهم سريعا انا وياك دونك بس لاجي لهون كروس ريفرنس موجوده هون هالفقسه دغري حد كلمه انسرت كابشن دكار دونك في من قلب ريفرنس حد انسرت كابشن كروس ريفرنس بفقس عليها وبياخذني هون على كل شيء في عندي نمبرد ايتمز بكره لما بالتي بي جاي نبلش نحن نرقم التيتر دو شابيتر دو سيكسيون بيصير فينا ان فيت اون بو ريفيري ا سي شابيتر لا كوم لو مونتر لا سيكسيون نيميرو 3.1 او ايتترا دكار بس انا فعليا بدي فيجور هون جو فو ريفيري ا اون فيجور دونك للاسف قصه الفيجور مخبيه بهذه المنيو دونك اذا ممكن في زميلك منيح منيح تابع معنا هيدي دونك بنفقص هون على هيدي المنيو وتطلع عليك ما في فيجور هون اوكي ما في ولا وحده منهم هي فيجور دونك ليش لانها مخبيه بليز تذكروا لازم تفقصوا على السكرول بار حسين لانزل لهون وساعتها ببين عندي دو نوفيل اوبسيون اللي هن فيجور اي تابل اوكي واللي هن للاسف اكثر شيء شيوعا واستعمالا ما بعرف اذا مخبينهم تحت اوكي وورد اوكي حتى كمان لو كان هالمنيو لو كان هالمنيو مكبرينها شوي صغيره اكثر بدل ما يتكحتنوا فيها كمان بحاجه لاسانسور سكرول بار بالمره 100% اوكي دونك انا شغلت اني ارجع نبهكم عليها من اول الطريق وسهلكم اياها وسي تو ما فيها شيء خطير دونك اون فا كليكي بس تفقص تنقي فيجور كل الفيجور اللي انت عندك اياهم بالدوكيومون منزلهم حطيت لهم انسرت كابشن حيصير يبينك يبينوا عندك بالليست لو كان في 10 فيجور كان فيك تنقي اللي بدك اياهم فيهم دونك ما عندي الا فيجور وحده تذكروا انه بدل ما تنزلوا انتاير كابشن هون لو بنزل انتاير كابشن ليك شو بتعطيني بتعطيني فيجور اون تول تيب اوف ذا بولد كومنت تكتب لي كل النص دكار هدفها لو انا جيت هون بدل مثلا مثلا زدت عليها كلمة in word ما حسنا انه انا اذا بعمل save وبيجي على هذا الشون بعمل له F9 بيقوم بيعمل مفروض ميزة جور اوتوماتيكمون دونك كنترول A F9 il ne l'a pas mis à jour non plus bon donc finalement j'ai déjà نزلها مره ثانيه المفروض déjà ياخذ هذه الكلمه en considération donc je vais la refaire entire caption donc بدلو بياخذ منك النص الكامل تاع الفيجور بس للاسف ما بيعمل لها ميزا جور donc اذا حدا بيهمه في ينزل الريفيرنس على فيجور بهالطريقه هيدي بس تيبيكمون مثل ما انك شايف خاصه ما بيعمل له ميزا جور افضل انك تنزل انت بس رقم الفيجور اوكي واللي عم بيقرا الدوكيومون تيبيكمون الفيجور وين بتكون داير مندار يا قبل بصفحه يا بعد بصفحه او صفحتين سي تو دكا
مشان هيك كتير سهل انه الواحد يلاقيها، خاصة اذا كان عم يقرأ البي دي اف على الـ على الـ 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 الكمبيوتر، بيقدر يعمل عليها كليك ويروح عليها للفيجور دغري. دكه دونك اللي نحن فينا نعمله، فينا نعلمها لهيدي الفيجور كلها، نشيلها ونقول له بدي كروس ريفيرنس، بس هالمرة ما بدي الانتاير كابشن لو ليبيلي اونتيي، بدي اونلي ليبيلي لو نيميرو، يعني كلمة فيجور والرقم اللي حدها فيجور 1. دونك اذا بتختار هذا الخيار ساعتها بتقدر تنزل كلمة فيجور 1 على الحل من دون اي شيء ثاني حدها. دونك هات لنجرب الافي، اذا بعمل كنترول كليك بياخذني دغري على التيتر. اكثر من هيك هات لنعمل تجربة سريعة انا وياكم، حستعمل برنت سكرين تول انا عندي لاخذ سكرين شوت من هون، كنترول في نزل لي اياها للصوره، حنعملها ريديمونسيونمون من هون لتصير قد النص، كنترول او لتصير بالنص، رايت كليك انسرت كابشن، حتصير ليك هي فيجور 1، حنسميها شي صوره، حنقلها اوكي. اوتوماتيكمون اللي تحت حتصير هي شو فيجور نيميرو 2. صح بالنص هيدي ما نعمل لها ابديت، بس اذا بعمل كنترول ا اف 9 ابديت لكل ريفيرنس اوتوماتيكمون هيدي بتصير شو اسمها فيجور نيميرو 2. داكور بفقس عليها بس بقدر اروح لها. دونك لو اخر نهار، لو اخر لحظه قبل ما سلم الدوكيمون تاعي طلبوا مني اعمل تعديل، سسخة بيس اوف كيك، اوكي لعبه صغير اوكي. ولو حتى كمان انا بالنص تاعي جي ريفير على فيجور 2 عشرات المرات، اوكي هي شغله الفيجور عندي اياها كثير اساسيه بالدوكيمون، ما بقى كسر راسي ارجع اغيرهم بايدي فيجور 13 او فيجور 2 او فيجور 14، اخر همي شو رقمه. داكور سي بون بارفي. ايتاب نيميرو 10 شو بده منا؟ بده ننزل بي دو باج، بالفرنسي للاسف هيك اسمها بي دو باج، هي فوتر بالانجلي يمكن اوضح. و حقيقه بالدوكيمون وورد غير الفوتر في شيء اسمه هيدر للبيج. شو هن هدول الهيدر والفوتر؟ هيدر وفوتر. الهيدر والفوتر تعول البيج اكشلي، لاحظوا معي مثلا هيدا الدوكيمون التي بي بحد ذاته شو موجود من فوق؟ اذا بتلاحظوا على كل الصفحات موجود تي بي 1 اسم المادة اسم الاستاذ التاريخ، ومن تحت موجود رقم الصفحة باج كذا دو كذا. دونك اذا بتلاحظ هن ذاتهم التكست موجود على كل الصفحات، سو اكيد يعني طالما هالقد في اشياء اوتوماتيك بالوورد اكيد فكروا فيها انه انت مش كتير شيء منيح وعملي انك تضطر تعيدهم على بكتاب كامل 300 صفحة، مش هتقعد تعمل كوبي بيست على 300 مرة، وخاصة اذا مغرد شي حرف معين حرف اس بدك ترجع تمحيهم كلهم ترجع تغيرهم. دونك اون فيت الهيدر والفوتر حتشوف انه هلا انا جديد سور اون سول باج اي سا فا اتر كوبيي اوتوماتيكمون سور توت لي زوتر باج. داكور فهي زون سبيسيفيك من الدوكيمون تاعك فيك تحط فيها انت نص معين يل فا سو ريبليكي سور توت لي باج. اليوم مش مبسوط انا، مش ماشي الحال معكم ابدا. شو اللي شو ال شو ال شو عم بيصير معكم اليوم؟ قلت عن سو لكن فاضل اخر اتاب بده ايانا نعملها انه نحط نحن نحط فيها رقم الصفحه، وحتى بده ايانا يطلع رقم الصفحه مثل ما بالتي بي موجوده، بده ايانا نكتب كلمه باج نحط باغ فيرتيكال نيميرو اكس دو ايغريك. داكور بارفي مش مشكله، حنروح نتعلم كيف نعملها. وفعليا بعد الايتاب 10 خلص التي بي، عم بيقول لك بس على فان دو سيز ايتاب الدوكيمون تاعك لازم يطلع دو ريسومبلي ا كلكو شوز دو جون. اوكي صار في عندي الصوره، صار في عندي تاب دو ماتيير، كل شيء معمل له تيتراج، الشورت كات موجودين هيك. فعليا نحن بيرسونيلمون فاضلنا بس البيي دو باج. دونك خلينا نروح نكتشف هذا الفيتشر اللي بقلب الوورد. دونك قصه البيي دو باج فعليا في عندنا هون بتلاحظ كمان كانه في زون غريزي جاي برات المسطره. داكور دونك اذا بتعمل عليها دوبل كليك بالسوري دوبل كليك بصير النص غريزي، وبتصير الكورسور هون عم بدور يطفي كانه صارت هي الزون هي اكتيف، وبيكتب لك اصلا هون حدا انه يو ار ان ذا فوتر، انت هلا بالفوتر. اللي بيصير مع الطلاب اوقات انه بيفقسوا برا استاذ مش عم يمشي الحال، او بيفقسوا هون استاذ مش عم يمشي الحال. انه فعليا عن جد بدك تيجي تطلع وين واصله هيدي الزون اللي هون، لاحظ وين، وتحاول تفقس تحت السطر، يعني بدك تفقس فريمون دون لو بلون قد ما فيك تطرف لتحت.
لا يمشي الحال. إذا طرفت كتير وصرت على أول الصفحة الثانية حيضوي عندك الهيدر بارت تاع الصفحات، أوكي؟ لأنه وصلت على أول الصفحة الثانية. دونك الفوتر هو البارتي اللي هون. هيدي سوليوشن نيميرو 1. البروبليم نيميرو 2 فعليا للطلاب هو انه طب كيف بدي اطلع منها؟ طبعا لما بيطلع لي هذا الاوتي ديزاين فيك تفقص على كلوز هيدر اند فوتر بيمشي الحال، او اذا انت جوا فيك تفقص دوبل كليك برا بترجع على الاديشن نورمال، اوكي؟ بس هذه كثير مهمه انه ما تضلك لوكت جوا، مقفول عليك جوا. دونك الحل الاخراني بعد اذا بدك تفوت على هذا المود فيك تفقص على انسرت وتنقي من هون هيدر اور فوتر، اوكي؟ في عندك فوتر بريديفيني، في منهم اللي هن بقلبهم دجا رقم الصفحة واسم الأوثر والتاريخ وإلى آخره، وفي منهم باج الفلاني، وفي منهم بلانك. إذا أنت مش محدد شيء بريديفيني بيشبه الشيء المطلوب بالإكزاما شوزي لبلون، أوكي؟ دونك بلون بصير أنت جاهز، you can type your text here. دونك أنا بقدر حتى هيدي type here بقدر أمحيها، بعملها delete وبشوف أنا شو مطلوب مني، دكا؟ دونك الفوتر already معنا الصبايا والشباب، الفوتر اوريدي حاطي لك في بقلبه ثلاثه تابز، يعني ثلاثه تيكي بسموه بالفرنسي، وحده بالاول، وحده اذا بتلاحظوا هون موجود شيء بالنص، وحده على الطرف. اللي بالنص محطوط تاب بس هي دو ستيل سنتري، وعلى الطرف موجوده الاينمنت رايت. شو بتسمح لك؟ متوقعين انه هن 99% من العالم بقلب الهيدر والفوتر عبالهم يعملوا شيء مثل اللي هلا شفناه نحن بدوكيومنت على المختبر. لاحظ في كلام مكتوب على اليسار، في كلام مكتوب بالنص ومزيبق تحت بعضه البعض بالسنتري، وفي كلام مكتوب على اليمين بس شو مزيبق تحت بعضه البعض الينيه ادغوات، اوكي؟ فمشان هيك هن ديجا حاطين لك هدول التروا تيكي او التروا تاب، وسامحين لك انك تكتب انت بلا 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 من هالميله، تعمل تاب دغري بتيجي على النص تكتب something، اوكي؟ بترجع تيجي لهون تكتب 5/5/2018، اوكي؟ دونك شايفين دغري بيسمح لك تعمل هدول التكست بيطلعوا معك بمنياغ اسي يعني بيان فات، داكور؟ فيك تستثني بالنص مثلا تحط شيء بس على الاول على الطرف، فيك تحط بس بالنص، سي فريمون حسب انت شو الستيل اللي بدك اياه، تيبيكمون لكم انتم شو المطلوب بوقتها بالامتحان. دونك هون اللي طالبوا منا اذا بنشوف كيف الدوكيومون فورماتي بنلاحظ انه الباج جايه بالنص سي سنتري وشكلها شكل هيك باج كذا دو كذا. طيب هات لنشوف كيف بنعملها. دونك اول شيء بدي اعمل لك انتابولاسيون لاجي على النص، صرت جاهز. قصه باج كذا دو كذا كان في اكتبها هيك بايدي، اكتب كلمه باج واعمل بار فيرتيكال واكتب الارقام. طبعا الارقام مش حكتبهم بايدي اكيد الى طريقه اوتوماتيك مشان يطلع ارقامهم يتغيروا على الصفحه، بس هالبارتي كانت في اكتبها ستاتيك. نيفرذلس اذا بتطلع فيها يعني نيوم وا بتطلع انه بلاقي لا في كانه شكلها برمادي وملونين واشياء عجيبه غريبه، اوكي؟ دونك فعليا انا وقت اللي نزلتهم استعنت بفورمات بريديفيني. دونك لاحظ انا وبقلب الهيدر اند فوتر تولز قاعد هون بقلب الديزاين في عندي كثير اشياء قطع فيي ركبها، في ركب النيميرو دو لا باج، في ركب دات دو جور، في حتى كويك بارت مثل مثلا بقلبهم اسم الشخص لك اسم الاوتور مثل ما انا معرف اسمي على الوورد كانه هو السيناتور تاعيتي. في كثير قصص بريديفيني في يزيدها، في يزيد فيجور اند سو مثلا فيجور. ليش؟ لانه بدي انزل لوجو الشركه بالهيدر من فوق بيطلع كل الفواتير او كل، اوكي؟ دونك انا اللي بهمني هلا حاليا ركز على نيميرو دو باج. هات لنشوف اذا في شيء بالنيميرو دو باج بريديفيني. بالنيميرو دو باج فيك تحطه انت، بيقول لك يا فيك تحطه من فوق على التوب دو لا باج، يا اما بالبوتم من تحت، يا اما اكشلي في انا نقي بالكرنت بوزيشن، يعني محل ما انا ديجا مجهز الكورسور تاعي، لانه من تحت كمان هو بنقيهم على الشمال باغ ديفو، مدري شو بيعمل بيخترع قصص، ما بدي انا هو اللي يحكمني. دونك انا بدي ستيل بريديفيني يس اللي هو هيدا اللي هون باج اون بهالطريقه هيدي اللي هي تيبيكمون اسمها اكسون بار 2 اللي انا بستعملها. بالامتحان يمكن يجيك شيء مختلف سلايتلي، يقول لك اكسن بار 3 او وات ايفر. بار مقصود فيها انه في بار كي سيبار كلمه باج عن الرقم. بس وين بدي اياها؟ بدي اياها على لا بوزيسيون اكطويل دو مون كورسور. انا ديجا مجهز الكورسور تاعي وحاطه هون بالنص، دونك جو في الي دو بيج نمبر كارنت بوزيشن اي جو في انسيري اكسن بار 2. بس انزلها اوتوماتيكمون تنزل كلمه باج بهالطريقه شوي اسباسي بين بعض الاحرف، وفي وراها البار فيرتيكال. اذا بنزل بلاقيها على صفحه رقم 3، عن جد صار رقم 3 اوتوماتيكمون. اذا بحط الكورسور حده وبعلم برجع لورا كالعاده مثل رقم الفيجور، مثل كثير قصص مثل تاب دو ماتير، شون اوتوماتيك وورد بيتحكم فيه عني. بارفي. شكله اذا عبالي اقول باج 3 سور او 2 ما بعرف قديش اني هلا صفحات عندي هون 4،
إذا بكتب 4 بإيدي صح بيمشي الحال. طبعا في حتى on grab bold بيصير بيمشي بتشبه كتير الدوكيمون. بس مشكلتي وين؟ إذا الدوكيمون بيوم الأيام حدا عمل هون control enter ليعمل page break وصلنا هلا نحن بالصفحة رقم 5 فصلنا باج 5 سور 4 أوكي؟ سو ليه؟ لأنا كتبت 4 بإيدي. سو لكن لازمنا حتى لهالبارتي كمان إني أعمل شيء أوتوماتيك. دونك كيف فينا نحط لو نومبر توتال دو باج؟ هات لنشوفها سوا. دونك فينا نجي هون على شيء اسمه كويك بارتس اوكي. فينا نروح على شيء اسمه فيلد. فيلد بالفرنسي يعني شان. شان مقصود فيه شان اوتوماتيك. وهون هلا حتكتشف انه بقلب وورد وورد il gère plein de champs automatiques. par exemple اذا بدك في حط لك مثل ما نحن هون مثلا في حط لك عدد الكاركتير بالدوكيمون تاعك. بكره لما ان شاء الله يصير بالماستر ويصير مثلا ممكن تعمل ببليكاسيون بشي محل في جورنو هيك بيطلب بحدد لك عدد الاحرف او عدد الكلمات او عدد الاسطر اللي لازم تلتزم فيه. فهدول هن في كونتور بقلب الوورد بيعدل لك كل هدول. انت فيك تفوت على منيو لتشوفهم بس هون كمان فيك تاخذهم كشان اوتوماتيك وتقول له دون سو دوكيمون إليا وتحط هذا شان اوتوماتيك. شو بيصير؟ حيكتب لك مثلا افترضنا إليا 1300 كاركتير بس تزيد حرفين ثلاثة بيصير بيقول لك إليا 1304 كاركتير. كل ما بتغير بالدوكيمون بيتغير هذا الشان اوتوماتيكمون. دونك من ضمنهم ليك لاحظ غير النيميرو دو كاركتير في عندنا نيميرو دي باج او نومبر دو باج. فيك تنقي الفورما اللي عبالك، فيك تحطهم بالرومان بالاحرف بالطريقه بدك اياها. انا بدي احطها بالشيفر عرب. هدول الشيفر مسميهم عرب اللي هن بيستعملوهم باللاتيني اسمهم شيفر عرب. ارقامنا نحن بنستعملهم بالعربي هن اللي شيفر انديان اوكي. دونك حنستعمل الشيفر عرب 1 2 3 حنقول لهم اوكي. حنلاحظ منه لحاله حينزل لي لو فري بون نومبر دو توتال دو باج داكور. دونك فاضل بس اني اعلمها وحتى انا بايدي بالبولد هيك صار عندي اكزاكتومون الميم افي. لاحظ هلا اذا كملت مثلا زدت صفحه جديده كنترول بي صار 5 سور 6. اذا محيت هذه الصفحه اوكي ورجعت كمان محيت هذه الصفحه اللي هون طلعت فيها لفوق هب. دونك اوتوماتيكمون رجعنا باج 4 سور 4 داكور. دونك اوتوماتيكمون ديناميك ما بقى افكر فيها لهذه عملتهم اون فوا بور توت باول ما عم جهز الدوكيمون تاعي وبنسيهم بشيلهم من راسي اوكي. بلوس دانفو سور سي شوز لا باللابو اللي جايين تيبيكمون كيف فينا مثلا نخلي اول باج يطلع عندها. يعني بتلاحظوا انتم الكتاب لما بتطبعه ما بيطلع على اول باج في نيميرو للباج، ببلش النيميروتاسيون من محل معين مزبوط من صفحه ثانيه. كيف فينا مثلا حتى في طريق لانك طريقه لانك تصير تقول له رقم لي الباج اللي هن بير لانه اول صفحه بالكتاب هي النيميرو ا من هون اوكي. فلما تفرش الصفحه الكتاب عم تقرا فيه بتكون على ايدك اليسار بتكون هي صفحه بير تيبيكمون واللي على اليمين بتكون صفحه امبير داكور. يعني اول صفحه من هون هي النيميرو ا. ففيك تقول له كل الصفحات اللي هن بير رقم لي اياهم على الزاويه الشمال وكل الصفحات اللي هن عماله لليمين اللي هن الاد يعني الامبير رقم لي اياهم عماله اليمين اقصى اليمين. ليش؟ لانه بالكتاب لما تفتحه يكون ملزق بالنص ما فيك تقرا ارقام الصفحات بسهوله بالنص. وانت يمكن ما عبالك تحط شيء بنص الصفحه لانه كاتب ديجا اسم الاوتور او وات ايفر. ففيك تقول له لوورد ميز لي بين الفوتر والهيدر تعول الاد والايفن بيجز يعني الامبير والامبير اوكي. فيك تخترع كثير قصص كل هدول سافا اتر في اوتوماتيكمون بور توا. وفيك تميز كمان مثلا فيك تغير التيتر الهيدر الموجودين بالهيدنج او الفوتر بالهيدر او الفوتر. فيك تغيرهم كل كذا صفحه مثلا كل شابيتر اوكي. تغير الطريقه اللي انت عم تشتغل فيها داكور. دونك بلوس سور سي سور سي ديتاي لا بنشوف ان شاء الله بالحصص فان الله راد انتم نهار الخميس حترجعوا تعيدوا الايتاب لان اليوم عملتون يس بالمختبر وحتبلشوا بالتيبي نيميرو 2. يعني انا بس بنص الحصه باول بعد اول نص ساعه من الحصه حرجع اعطيكم التيبي نيميرو 2. اذا بنحاول نشوفه سوا مشان ما حدا يخاف منه. كمان عندنا اربع صفحات فيه حنعمل فيه انسيرسيون دو باج حرفقكم انا فيه لانه الشرح تاعه بعد مش عاطيه. بس بما انه حنعمل حصه اديسيونيل 3 ب 23 شهر فبنرجع بنعوض التاخير نحن عندنا اياه. دونك حنشوف كيف فينا نعمل دوكيومون فعليا كثير كومبلي. دوكيومون اذا بنطلع بالاخير كيف بيطلع شكله لاحظ دوكيومون حيطلع التاي تاعيته شي 25 صفحه 22 صفحه بقلبه باج دو كوفرتور بقلبه تابل دو ماتيير دي فيغور دي تابل
كل شيء نيميروتي بقلبه تيتر اند سو اون. دونك حنبلش هذا ان شاء الله فيه بعد شي نص ساعه تلتين الساعه من حصه المختبر تاعتنا هذا الخميس. اوكي دونك اول بارتي حاعتبر حالي انا مش راح رافقكم فيها بين الفيديو وبين الكذا، انتم واجبكم تقدروا تلعبوا فيه للمختبر لتكفوا التي بي نيميرو 1 تخلصوا على الاخير. اما البارتي هيدي اكيد انا حصير رافقكم فيها من الساعه افترضنا 10:30. اوكي اوكي فان شاء الله نشوفكم اون ثيرزداي نهار الخميس. الله يعافيكم. اكيد